تفقد الرئيس السيسي الارتكاز الأمني المشترك للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر سلوم بمحافظة مطروح، كما ألقى الرئيس السيسي التحية على المواطنين بالمحافظة، واستقبل أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني الرئيس السيسي باستقبال شعبي حافل. فندم ده مرحي شوي مقاضي الفرق 33 من الشام ميكانيكي المنطقه الغربيه العسكريه، قد قوه الارتكاز الامني بميناء السلوم البري جاهز لتنفيذ اي مهمه يا فندم، بروح معنويه عاليه. تمام يا فندم، لازم اقول ياسر العزم بقوه الارتكاز الامني المشترك جاهز لتنفيذ اي مهمه بروح معنويه. شكرا. بيقول لك بيجيب كل قد ايه؟ كل 20 و10 يا فندم. 20 يوم شغل و10 ايام اجازه يا فندم. انتوا والافراد ولا؟ احنا والافراد يا فندم. طب والاكل اخباره ايه؟ كويس يا فندم. بناكل في الميز تحت في اسم السلومه يا فندم مكان العياشه. معاك كام جندي؟ معايا 4 معاونين يا فندم. ورقيب اول صوك يا فندم. معاون اول معاون امن علي اسماعيل حسن مؤمن يا فندم من قوات الارتكاز الامني المشترك جاهز لتنفيذ اي مهمه بروح معنويه عليا يا فندم. معاون محمد سعيد بدر يا فندم من قوات الارتكاز الامني المشترك وجاهز لاي تنفيذ عمليه مشتركه يا فندم بروح معنويه مرتفعه يا فندم. مش عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.